ماجد انت اكتر قوي. مش عارفه راح فين. ماجد ماجد ايه يلا يا ماجد عايزين نبدا. ماجد عايزه اقعد معاك. طب بس اخلص السهره واجي لك على طول حبيبتي. ماشي ماجد خليك معايا يا حبيبتي. انا خسران وعايز اعوض. ماجد ها انت لو سبتني ونزلت هتخسر اكتر. ما انا لازم احاول. ماجد انا عايزاك. هو انا ما وحشتكش؟ وحشتني يا حبيبتي والله. بس انا بقول لك خسران ولازم اعوض. فاخلص بس السهره وهطلع لك على طول. ادعي لي بس اعوض خسارتي. ها ادعي لي. يلا ماما. تلاتة اس كنت روي فلاش. اوبا فكر عوض. عوضت فلوس كتير اول النهارده. ده انا بص ده كان فلوس كتيره جدا. باكي 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 قومي رد عليا. انا والله بصي ده انا جبت فلوس كتير قوي. اقول لك على حاجه امي هنعمل كل حاجه ومش هنزل تاني. هقعد معاك هنا على طول. قومي عشان خاطر البيبي. باكي باكي امي والله انا بحبك قوي. باكي امي بقى امي يا باكي. طب بصي امي وانا مش هبقى عمر تاني. بس امي والله ما هسيبك تاني. امي يا باكي. باكي امي الفلوس اهي الفلوس اهي. اهلا سمير بيه. اهلا وسهلا. في ميعاد مع منى هنا. حضرتك جيت بدري شويه. المدام على البيسين. اتفضل. اتفضلي يا فندم. واحدة بس وحظة معاك. في حاجة تانية يا جماعة؟ هما دول بس اللي مستعجلين عليهم. هو سيب حضرتك مع سمير بيه. مش عايزة أي إزعاج. اوكي عن اذنكم.
اهلا وسهلا يا سمير بيه. انا بجد مش مصدق عيني. ليه؟ في ايه؟ انا عمري ما كنت اتوقع ان منى هانم فتح الباب. بيزنس وومن، صاحبه كل المشروعات دي، تطلع ست بالجمال والشياكه دي. انت مجامل قوي يا سمير بيه. خالص يا هانم، دي الحقيقه اللي ما يختلفش عليها اتنين. خلي بالك كل كلمه بتقولها بتتسجل وهتتحاسب عليها بعدين. طب ده شيء كويس يسعدني. ها تحب تاخد ايه تشرب؟ تحب اجيب لك درينك خليكي فريش؟ انا دلوقتي بين ايديكي، اي حاجه هتأمريني بيها انا عاملها لك، مع ان وجودي معاكي دلوقتي هو بجد اللي بيخليني فريش. ده ايه التفاهم ده كله؟ الحقيقه اللي سمعته عني خلاني بجد نفسي اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اقرب منك باي شكل وباي تمام. بس انا اللي بيقربوا مني ساعات بتحصل لهم حاجات خطر في حياتهم. بس احنا لسه قدامنا وقت طويل عشان نعرف بعض، مش كده برضو؟ يا ريت. المهم انا طلبتك النهارده لاني ما احبش اخش مزاد ومخدوش، بزعل قوي. وانا ما اقدرش على زعلي. تقصدي المزاد اللي احنا عاملينه عشان مكان المصنع؟ انتوا عايزين تبيعوا المكان ليه؟ عادي، بنقفل المصنع عشان المشروع اللي احنا كنا جايبينه المكان للاسف وقف. بس انا عايزك تطمني تماما، المكان جديد. وابراهيم الطيب له دخل بالمزاد؟ الحاج ابراهيم الطيب يبقى حمايه، وهو دلوقتي سايب المجموعه كلها لاولاده ومنهم مراتي. هما سايبين المجموعه تحت تصرفي وادارتي عشان بيثقوا في خبرتي وقدرتي. منى هانم، لو المزاد ده يلزمك اعتبري رسي عني. انت واثق في نفسك قوي. قد ما انا واثق كده في جمالك ورقتك، ممكن بس نشيل التكليف اللي بينا بعد اذنك؟ يا ده انت داخل حامي قوي. بس انت عارف انا بحب قوي الكتكوت اللي زيك. بس المهم تبقى قد كلامك، اصل انا موتي وسمي اللي يقول كلام هو مش قد. عمري جربيني هتلاقيني قده ونص. الو. ايوه يا بابا، ازيك؟ خير؟ مالا بك؟ طالع لماجد فوق. طنط خيرة يا صعبان عليا قوي. ماجد هو اللي حالته صعب، الصدمة كانت جامدة عليه، خصوصا ان باكي كانت حامل. ربنا يصبره. الله يرحمك يا باكي. البقاء لله يا ماجد، الباقية في حياتك يا ابني، مش مكتوب لكم مع بعض اكتر من كده. استعوذ ربك خير وشد حيلك وخليك راجل.